ضابط اخبار اليوم ايضا بتتكلم عن شفاء للاعبي النادي الاهلي، وده شيء طبيعي بعد اي مباراه بيكون في تدريبات الاستشفائيه اللي بيحاول من خلالها الجهاز الفني ان هو يرفع الاجهاد شويه عن اللاعبين بعد اي مباراه بيكون فيها يعني التحامات قويه او جهد بدني كبير بيقوم بيه اللاعبين على ارضيه الملعب، وعمليه الاستشفاء بتبقى مهمه جدا 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 عشان يتم حمايه اللاعبين من الاصابات العضليه بالتحديد. فان شاء الله نتمنى ان الامور كلها تسير بالشكل الجيد.